وأما الذكر الحقيقة الذكر فيه فضل عظيم وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله الكريم فقال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فاصبر على ما يقولون مما يتهمونك به ومما يقولونه في حقك يا محمد، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، لأن الصلاة هي عبارة عن تسبيح، فيها تسبيح، فيها حمد الله سبحانه وتعالى، فيها تكبير. فسبح بحمد قبل طلوع الشمس المقصود صلاة الفجر، وقبل الغروب المقصود صلاتي الظهر والعصر، ومن آناء الليل فسبح أي صلاة المغرب والعشاء. وأدبار السجود ذهب الجمهور إلى أن المقصود هنا هو التسبيح الذي هو الذكر، كالتهليل أن يقول لا إله إلا الله، التسبيح أن يقول سبحان الله، أن يحمد الله، أن يكبر الله. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة، من ضمنها الحديث الذي ذكرته لكم أن يحمد 33 ويسبح 33 ويكبر 34. وذهب ابن عباس وبعض الصحابة إلى أن المقصود وأدبار السجود السنن المؤكدات والرواتب التي بعد الفرائض، فهؤلاء حملوا التسبيح هنا على الصلاة فقط، أي حملوا كل التسبيح على الصلاة، إلا أن المنطوق القرآن الكريم أو الأدلة الواردة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله فيها منطوق ومفهوم. المنطوق هو الذي يفهم في محل النطق، أما المفهوم هو الذي يستلزمه المعنى، هو الذي يستلزمه المعنى. والمفهوم قد يكون أقوى من المنطوق، كقوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين: إما أن يبلغن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. فقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف يعني لا تتأفف، لا تظهر التضجر في وجههما في حالة الكبر، لأن الإنسان الغالب عليه في حالة الكبر أن أموره وتصرفاته لا تكون عندما يكون في أوج صحته وعنفوان شبابه وحضور ذهنه. الإنسان عندما يبلغ السن سناً معينة قد ملكاته العقلية والبدنية تضعف، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بعدم التأفف. فلا تقل لهما أف، لم يقل فلا تضربهما، لكن الضرب محرم من باب أولى، مع أنه غير منطوق. الآية نطقت بكلمة أف، هذا هو المنطوق، لكن هذا مفهوم، مفهوم الضرب والإيذاء بسائر أنواع الكلام أو بالجوارح هذا محرم من باب أولى، لأنه يقتضيه الفهم، هذا ما يسمى بالمفهوم، هذا مفهوم موافق ويوجد ما هو مفهوم مخالف. فالذكر الوارد المنطوق يعني في قوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود يقتضي أن السجود الذي يأتي بعده أو يأتي بعد السجود الذي هو الصلاة يكون التسبيح المنطوق الذي هو التحميد والتهليل وغيره. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهؤلاء يذكرون الله سبحانه وتعالى في كل حال وعلى أي حال، دائما ألسنتهم وأفئدتهم رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى. يذكرون الله قياما في حالة قيامهم وقعودا وعلى جنوبهم، وبعبارة أخرى فإن هؤلاء يلازمون الذكر في جميع أحوالهم، لأن الإنسان إما أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه يعني مستلقيا، فهؤلاء لا يغفلون. وخير الذكر ما كان باللسان والقلب، وأفضله ما كان بالقلب وإن لم يتحرك به اللسان، وإن كان أهل العلم يقولون إنه على قدر الجوارح التي تشتغل في طاعة الله يكون الثواب والأجر. فالذكر ينبغي أن يكون مقروناً بحضور القلب، إلا أنه لا يشرع للإنسان أن
يسقط عن الذكر بدعوى أن قلبه غائب، لا، الإنسان يديم ذكر الله سبحانه وتعالى وإن ذهب ذهنه أو عقله وشرد ذهنه. هكذا الناس قد يحضر الإنسان قلبه في الصلاة وفي غيرها من الذكر، وقد يغيب ذهنه ويشرد ذهنه، لكن يؤمر أن يرجع باستحضار النية واستحضار المعاني.